السلام على فخر المخدرات، السلام على عقيلة الطالبين، السلام على كعبة الرزايا، السلام على أم المصائب، خومو يمشي الدرب الما مشي يحقهن يا ابويا نوبات امرأة مار عليها ضيم مزموخ عليها ماشية حافية يوم من الأيام لكن اكو امرأة الشمس ما شايفة خيالها شوف اش قد فرق بين هاي وبين ذيك خويا حسين خويا ابو فاضل خويا مشي الدرب الما مشي خويا ما مشيت ما مشيت يا وذبايا حكم الرافقيت وايد كبيرة يا موالي وايد كبيرة رجل من أهل القرمة يقول لي أحد أقربائي قتل أمشي بالسوق شفت أخت المقتول قلت لها لو فلان الكتل أخوك يصعد الآن بالسيارة أي لشيل ركاب هواي الصعدين قالت لا قلبي ما ينطيني يقول وجهت وجهي لكربلاء ناديت سعد الله قلب العلوي بويا يا يا بيا يا بيا بو خويا ابو فاضل خويا مشيت درب الما مشيت وذباحكم الرافقيت سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرق الشمس وما طلع البدر سلام على القلب الكبير وصبره وصبره لما قد جنت وجرت حزن عين له الأدمع الحمر رأيت ما رأت في كربلاء وعينها ترى ما ترى مما يذوب له الصخر لقد أبصرت بويا يا بويا ماذا أبصرت يا موالي لقد أبصرت جسم الحسين على الثرى وحسينا وحسين وإله لكن شلون أبصرته مقطعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي
خويا لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر حسين خويا إن في قلبي أسى لا أطيقه خويا وقد ضاق في تحمله الصدر خويا روحي عيني حسين خويا أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلة مقيم إلى أن ينقضي مني العمر بالله يا شايل نعاش بتحامل حمية هلا وين ماشي بالنعاش ما ترد علي أريد ون منك ون مني لك العزايا موالي تعرفها يا الشايل نعاش همني نهاية بنت النبي طه وعلي مخيف المنا بعد لها عنوان شلون حلو هالعنوان واختي الغرف ماي الفرات وعاف ماي هاي العقيل ام الخدير بنت الزكي هاي اللي في طف كربلاء حرقه وخدرها ظلت بهيبتها وبايد ما قال قدر هاي اللي شالت جرح الحسين بصدرها هاي اللي تبكي من السبي صبح ومسي أولاه يا بويا يا 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 بويا يا لجايت طف كربلا مرفوعة الرأس والصيح أنا اختلم كأن البطل ولي عباس عبايا يا هاي اللي طبت وويلاه وهاشما بويا هاي اللي طبت مجلس ابن زياد والناس صاحوا علي يا الخارجية صاحوا عليها يا 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 الخارجي خويا 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 بنظرك سيدة زينب تحط عينها عليما ما دارت عينها إلى أخيها سيد الشهداء لا دارت بعينها لقمر العشيرة أخويا نطويت للديوان ويا ونايا اسمت لملمة من كل الأجناس خويا يهويا ودون صار وكفور ورجاز ومن شايدة يا نمى بطرة
ايش صاحة وصيح وياها يا مؤمن من شايداني مبطر صاحة ويا زينب وين لكن